بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم بكل خير. أخباركم؟ يا رب طيبين. اللهم صل وسلم على سيد الخلق محمد، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قبل ما أبدأ في موضوع اليوم، أنا حابة أحكي على نقطة صغنونة كذا بخصوص كلمة خادمة. البعض يقول ليش تقولون خادمة، قولوا عاملة. لا طبعا، لف ما في أي شيء. هي جاية وظيفتها خادمة، مكتوب بالبسبار حكها خادمة. وما ننسى أنس بن مالك رضي الله عنه كان خادم رسول الله، كانوا يقولون له خادم رسول الله ويخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرسول ما نهاهم عن هذا القول ولا حذرهم، يعني قالهم خطأ. خلونا الحين ندخل بالموضوع. أول شيء، ما راح أتكلم عن السبب اللي أنا استخدمت فيه الخادمة، راح أذكره مع القصة. يعني أنتم عارفين إنه عائلتي صغيرة، أنا وزوجي وبنتي فقط، وبيتي سويت لكم جولة فيه، بيتي مو كبير أبدا. المهم جيت عند زوجي قلت له أبغى خادمة وخادمة تساعدني بالبيت. قال ما عندي مشكلة. رحنا على أساس كنا نبغى نستقدم استقدام يعني، وقالوا لنا مدة الاستقدام 90 يوم علشان توصل. فاكتشفنا إنه في شيء جاهز، يعني على طول ندفع الفلوس وخلص ناخذها. فقالنا إنه في كينية وفي كينيات وفي أوغنديات. قلت خلاص خلني أكلم الكينية. طلعت الكينية وتكلمت معها وسألتها، يعني طبعا هي هذا شخص متنازل عنها. سألنا عن سبب التنازل، قالنا إنه ما طلعت من الحجر. أنتم عارفين إنه نزل قرار الحجر للخادمات، الخادمة لما توصل ندفع قيمة الحجر 3000 ريال، تحجر 3 أسابيع وندفع 3000 ريال وبعدين نستلم الخادمة. فكفيلها الأصلي اللي نستخدمها رفض إنه يستلمها من الحجر. طلع القرار أثناء ما وصلت الخادمة، فرفض إنه يدفع الفلوس وعرضها للتنازل. وهذا على كلام المكتب إنه إحنا استلمناها بهذا العيب يعني. فجت الخادمة، كلمتها، عرفت إنها مسيحية. سألتها الأسئلة اللي أنا ترضيني كراعية منزل. قلت لها معاكي جوال؟ قالت لي لا. قلت لها أنا ترى يوميا أزور بيت ماما اللي هي أمي طبعا، وماما عندها خادمة يعني، بس تروحين معاي تساعدين خادمة ماما إذا في شيء، يعني الأشياء اللي الروتين هي اللي تزورها لها وكذا. بيتي صغير، أنا ما عندي لبنت واحدة من الكلام هذا. قالت لي خلاص ما في مشكلة. طبعا هي الخادمة ما تتكلم عربي، تتكلم اللغة الإنجليزية بطلاقة. اللغة الإنجليزية عندي كويسة، يعني أقدر أعطيها نسبة 70%، أقدر أتواصل مع الطرف الآخر بكل سهولة. نعم مي إنجليزية مثالية، بس تعتبر ممتازة. طالما أنت قادرة تتواصلين مع الطرف الآخر باللغة الإنجليزية فيعتبر شيء كويس. فقلت لها تفهمين عربي؟ قالت لي لا. تفهمين إنجليزي؟ قالت إيه. قلت خلاص حلو، أتواصل معك بالإنجليزي لين تتعودين على تختلطين معنا شوي وتبدين تعرفين بعض كلماتنا. فوالله رحت وجبتها عندي، دفعنا المبلغ كامل وجبتها عندي للبيت. أول ما جبتها كان في تجربة كانت 5 أيام، وقالونا بعد التجربة إذا يعني خلاص جازت لكم خلاص تنقلونها، وإذا خلال ال5 أيام هذه ما جازت لكم، طبعا قوانين المكتب معروفة، تدفعين عن كل يوم 150 ريال. قلنا إحنا مو مشكلة. جبتها أول 5 أيام، قلت أنا بما أنه الخادمة جديدة يعني ما طلعت قبل، فطبيعي ما تكون راح تعرف كل حاجة يعني، لسه يعني يبغى لها تدريب. لاحظت عليها هادية نظيفة، يعني ما عيد وراها بالشغلة من البداية. ماني عارفهم هذا نظام ماسكينه من البداية، هم كذا يكونون عشان يتمسكون ببيت أو ما أجست يعني أفهم الموضوع. المهم بدخلكم بالتفاصيل. طبعا أنتم سألتوني بالتعليقات اللي فاتت كلها، ومسارة إحنا ما شفنا غرفة للخادمة، ارجعوا لغرفة سارونا، وحطيت لكم الفيديو فوق. تلاحظون أن غرفة سارونا مكسومة 2، أنا خليت الخادمة من وراء، فهمتوا علي؟ حطيت لها فراشها، حطيت لها علاقات على الجدران، حطيت لها كبت تحط فيه ملابسها، حطيت لها فراش،
وحطيت لها ساعة وعطيتها بطانية ومخدة وسجادة صغنونة ورفوف الجزمها الله يكرمكم. المهم أنه أنا جهزت لها هذا كامل، ما رضيت أطلعها برا البيت بغرفة مستقلة أو حطها بالمخزن بدون مكيف. السيب كان عندي هناك، كان عندي شتر أو قاطع كنت أقدر أحطها من وراه، بس أبدا عاملتها بما يرضي الله سبحانه وتعالى. وعلى طول توجهت للسوق، جبت لها كل شيء تحتاجه الخادمة من مستلزمات شخصية، شامبو، معجون، كلها من الأشياء الكويسة. عاملتها كإنسانة، وهي فعلا إنسانة، يعني تبقى بالأخير إنسانة. جبت لها ملابس، مناديل، أعطيتها يعني حجابات تلبسها. المهم النظام عندي كان جدا سهل، تنامين باليوم 8 ساعات، تاخذين راحتك 8 ساعات، نمتي 12 تقومين 8، نمتي 2 تقومين، يعني خلاص تاخذين راحتك بالنوم 8 ساعات. بنتي ما تتعرفين عليها نهائيا، انا اللي اغير، انا اللي البس، انا اللي احمم، انا اللي امشط. الطبخ ما تتعرفين عليه نهائيا، غسيل الملابس انا اللي اغسل، انت بس تكوين وتشرين الملابس. اتفقنا على كذا من البداية وبدت الامور تمام التمام كبداية. مالكم بالطويلة، جتني الخادمة وقالت لي ماما انا لي 3 اسابيع انا ما تواصلت مع عيالي. قلت لها ما في مشكلة، رح طلعت شريحة خاصة فيها وشريت جهاز جديد بدون كاميرا وحطيت فيه شريحة. وقلت لها أول مرة أنا راح أشحنه من فلوسي ب50 ريال، المرة الثانية أنت تبغين تشحني من راتبك. قالت لي ما في مشكلة. أعطيتها الجوال، قلت لها هذا الجوال لك أنت، متى ما بغيتي كلمي عيالك، بغوا يدقون عليكي هذا الجوال، وإذا أنت حابة تكلمينهم فيديو أنا أحط إيمو بجوالي وخلي عيالك يكلمون إيمو على جوالي أنا، كل أحد تشوفين عيالك كاميرا وتكلمينهم. قالت لي ما في خلاف. كنت ألاحظ أني لما أقولها شيء، يعني مثلا قلت لها على سبيل المثال أكوي الملابس، خلاص الكوي ما عجبني، أقولها مثلا هذا الكوي مو زين، عيدي عليه مرة ثانية، ظل الطالع بي فترة طويلة كذا بازدراء، فهمتوا علي؟ كذا الطالع بي من فوق لتحت باحتقار. أنا بالبداية حسبت أنها مي فهمتني، تمام؟ انا ظليت فترة كذا اسبوعين متوقع انه الخادمة ما فهمتني، قلت مي فهمتني انا وش قاعدة اقولها، رغم اني اتكلم معها بالانجليزي، يعني هذه الملابس مي كويسة. بعدين قلت يا بنت الناس يمكن زاد الوضع، صارت تطالع من فوق لتحت، او قاعد اكلمها ما ترد، يعني اقولها سوي الحاجة هذه توقف تتصنم شوي ما ترد تراعيني من فوق لتحت بعدين تمشي. قلت يمكن المخلوقة مي فهمة علي. دقيت على اختي الكبيرة، اختي الكبيرة ما شاء الله ماجستير لغة انجليزية. قلت لها أم محمد أنقذيني، أنا ماني قادرة أتواصل مع الشغالة، رغم أنه الكلام عندي سليم بالإنجليزي، بس أنا أجست أنه أتواصل معها، تعالي أنتي للبيت أو تجين أنتي أو أنا أجيكي أجيبها اللي تبغين عاد تتواصلين معها. قالت لي خلص هاتيها وتعالي. والله خذيت خادمتي ورحت عند أختي، أبغى أعرف وش المشكلة اللي عندها بخصوص أني أكلمها ما ترد. قالت كلمت أختي بالإنجليزي وقالت لها وش المشكلة، يعني ماما غاضبة عني، أنا يعني زعلانة، تقول أنها تكلمك ما تردين غير بعد فترة طويلة وتناظرين نظرات من فوق لتحت، في شيء أنتي مزعجك. ما ردت على أختي، عرفنا أنه هي على قولتنا كذا مطنقرة ما تبغى ترد، في حاجة في شيء برضو ما ترد. شدت عليها أختي بالكلام، آخر شيء تكلمت قالت ليش ماما تتأمر علي؟ ليش لما ما يعجبها شيء أنا أسويه؟ ليش دائما أي حاجة أسويها ما تعجبها؟ قالت لها أختي طبيعي، شغلك ما عجبها تبغى تقولك عيدي عليه، أنت قاعدة تستلمين منها راتب 900 ريال، طبيعي تبغى تقولك الشغل مو كويس إذا الشغل فعلا مو كويس. قلت لها أنت لما تنظفين دورات المياه، الله يكرمكم ويكرمها، لما تنظفين دورات المياه هل أنا أعيد عليك؟ قالت لا. قلت لها لما أنت تطوين خزانة الملابس هل أنا أعيد عليك؟ قالت لا. قلت خلاص الشغل الكويس اللي تسوينه أنا ما أعيد عليك فيه، بس اللي مو كويس أقولك فعلا مو كويس، تبغاني يعني أخذه كذا هو الشغل مو عاجبني؟ قالت لا بس ما تتكلمين علي، خلاص أنا أعرف إذا كويس ولا مو كويس. عرفت أنها ما تبغى أحد يقولها ولا كلمة، يعني حارة، حنا زي نسميها كذا نقول جاهل عنز حقها، فكذا خلاص طنقرت ما تبغى احد يكلمها، ما تبغى احد يقولها ولا كلمه.
مره من المرات رحت بيت اهلي، طبعا هذا من غير البطء، بطيئه جدا جدا جدا. تخيلوا دوره المياه الله يكرمكم تاخذ معاها 3 ساعات بالضبط، 3 ساعات بالضبط، وتنظيفي في جهه وتنظيفها في جهه، يعني حتى ما توصل ربع تنظيفي. بس قلت مو مشكله. مره من المرات رحت بيت اهلي، فقالت لها، قالت لها ماما امي، قالت لها انت ليش بطيئه، استعجلي شوي يعني، اسرع شوي. بس والله يا بنات زي ما اقول لكم كذا، قالت لها ماما انت يعني فيري سلولي، استعجلي شويه، شدي شوي، مره بطيئه بالمشي، مره بطيئه بالحركه. اثريها شالتها بقلبها. تمام. مر 3 اسابيع وهي عندي، مسكت زوجي قلت شوف يا ابن الناس، سبب جيبتنا للخادمه، انا عندي احتكاك بالركبه، الركبه اليمين احتكاك شديد جدا. لحد يقول مثلا لزيادة وزن أو يقول نظام صحي، لا أنا معي احتكاك من صغري، كنت أسبح وضربت رجلي في ماسورة المسبح وتحركت عندي صابونة القدم، فمن يومها وأنا عندي احتكاك. تمام. فهذا سبب توفير العاملة لي. أنا داخلة بالسنة التاسعة بزواجي، بشهر 4 أدخل ما شاء الله بالسنة التاسعة. أنا كل السنوات هذه لو بحسم العاملات اللي جبتهم ما كملوا عندي سنة ونص، ما كملوا عندي سنة ونص. فأوقات الطيبة الزايدة أنت تعاملينهم بما يرضي الله، لا يحسبونك أنك أنت خبلة أو مغفلة. فجيت عند زوجي قلت شوفي من الناس، أنا لا أظلمها ولا تظلمني، الخادمة ما جازت لي، وش السالفة؟ قلت السالفة كيت 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 كيت. قال خلاص خبريها أنه بكرة بناخذها للمكتب. جيت عندها قلت يا بنت الناس خلاص بكرة إن شاء الله بتروحين المكتب وتروحين البيت جديد، علميني وش الشروط اللي تبغينها عشان تروحين بيت جديد، يعني تبغين بيت صغير، تبغين بيت كبير، ما تبغين أطفال، ما أدري إيش. قالت لي عادي خذيني أي مكان، أي مكان أنا بشتغل فيه. قلت لها صار، لا أظلمها ولا تظلمني، وضعها ما جاز لي. شفتي يوم تبغين تطلبين من أحد شيء وجهه ما يساعد، أوقات بقولها نظفي ما تجرأ، نظراتها علي كانت تبغى تذبحني كذا، طالعي من فوق لتحت انه ليش تأمرين علي، ليش تقولين علي. خلاص انا كنت احس انه عنزها معها 24 ساعة. فصارت الساعة 6، خلاص اتفقنا على هذا الكلام. انا نايمة بالمجلس، انا ما نايمة بغرفتي، نايمة بالمجلس، ولقيت الماما كان ابو صاروتي تعبان، وكنا مشتبهين انه كورونا، بس الحمد لله طلعت النتيجة سلبية، فكنا بعيدين عنه انا وبنتي ونايمين بالمجلس. صحيت الساعة 6 احس ببرد، تخلوني اروح للغرفة اللي هي نايمة فيها. دخلت فتحت الباب لقيتها قاعدة بفراشها تقريبا الساعة 6 الصبح. أنا على نيتي، هي كانت نايمة 12، قلت يمكن صحت 6 بطنها يوجعها عندها مشكلة. خذيت بطانية من الخزانة الحاف كذا، طلعت سكرت الباب وطلعت حطيت راسي نمت. قمت الساعة 9 أبى صحي زوجي وأقول له رح خذ الخادمة للمكتب. استغربت إن البيت على حطة إيدي أمس، البيت ما هو منظف. طليت كذا، رحت طليت بغرفتها ما لقيتها، أغراضها موجودة، قلت يمكن إنها بدورة المياه حقتها. كذا أدقق تحت الباب ما في رجول تتحرك، ما في أحد. فتحت باب دورة المياه ما لقيتها، قلت يمكن بالحوش، يمكن بالمطبخ. المهم الشغالة هربت راحت. إيه، قال زوجي لازم أقدم بلاغ. دق على شرطة اللي أقرب منه، أقرب شرطة علينا، دق عليها قال السالفة كيت كيت. قال تراها عندنا، لقيناها الصبح تمشي، هي كانت صاحية الصبح، كانت مبيتة النية تهرب، بس صاحبتي أنا خلتها تقعد مكانها وأنا كنت على نيتي. فتواصل معها، راح زوجي تواصل معها يعني وش السالفة. قالت ليش تودوني للمكتب، أنا بكلم مدام الحين. دق على زوجي قالت تبغى تكلمك، قلت هاتها. قالت شوفي انت عندك خيارين، قولي كذا تخيلوا، عندك فرصتين، يا تسفريني نهائي يا اشتغل عندك بالبيت، انا مكان ثاني ما اشتغل يعني غصب. ايه احنا طبعا خسرانين فيها فلوس، احنا اخذناها بمبلغ وقدره. قلت خلاص مي مشكلة، اللي تبين يصير تعالي. بس جت بنت الحلال، دخلت وقعدت. قلت انا شروطي كيت 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 كيت، الاشياء اللي مي عجبتني فيكي كيت 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 كيت، هذه الاشياء باك تغيرينها. قالت خلاص. قعدت عندي اسبوع كمان، وكنك يا ابو زيد ما غزيت، رجعت اردى من قبل، اردى
هي حسبالها يوم رجعت اني ميتة عليها، وانا قلت بعطيها فرصة واشوف تاليتها، لكن رجعت اردى من قبل. قلت لزوجي خلاص ما بدهاش، خذها ودها، انا ما عاد ابغاها نهائيا نهائيا. فقالها زوجي يلا البسي نبغى نروح عاد للمكتب. رجعناها لنفس المكتب، طبعا نفس المكتب مو مسؤول عنها لانها تنازل، لو انا مستخدمتها كان من حقي 3 شهور، بس هي تنازل من كفيل. فرجعناها لنفس المكتب اللي خذيناها منه، قلنا السالفه كيت 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 كيت، كلموها ايش السالفه ما السالفه، طلعت تبي جوال بكاميرا. كل التمثيليه هذا اللي سوتها خلاص تبي جوال بكاميرا. طبعا هي كل ساعه، انا في اشياء ما ذكرتها، كل ساعه توقف عندي ما موديني مكتب، انا ما ابغى، ليش قلت لي نصفي هذا كذا؟ تقعد لها ابو اربع ساعات 5 ساعات مضبوطه، ترجع مره ثانيه يوديني مكتب. يعني تخيلوا باليوم اكثر من 3-4 مرات بالمكتب تطنقر على اي شيء. لو اقولها مثلا وجه المخدات يفترض شلتيهم وغسلتيهم، انت شايفه انهم مهم نظيفات، ليش تقولي لي كذا؟ انت ما تامريني بولا شيء، وديني المكتب، سالفه طفشك. فبالمكتب قالت انا ابغى جوال بكاميرا، انا من شروطي جوال بكاميرا. قلت جوالات كاميرا ما عندي، حابة تاخذين هذا الجوال، أعطيتك أنا من طيب خاطري، حبيتي تاخذينه كان بيها، ما حبيتي تاخذينه أنا ما عندي غير هالكلام. تبين تروحين كينيا، تبين تروحين بيت ثاني، تبين تقعدين بالمكتب، اللي تبغين أسويه، أنا بيتي ما ترجعي. قالوا للمكتب خلاص رجعيها أسبوع، هي وقعت على ورقة عقد عمل، وقعت عليها وبصمت، ودق عليها شخص من السفارة الكينية وعلى كلامه ما نزقها، وخلاص هي بتنتظم. أنا طبعا عرضتها للتنازل ورجعتها عندي للبيت، قلت لحداد ما يجي أحد ياخذها يعني بالتنازل. حصل ذاك اليوم اللي خلاص أنا وصلت تحدي منها، كنت في بيت أهلي وطالعة كذا من الغرفة بغمشي بيتي، وقاعد أقول للخادمة يعني اجهزي البسي العباية حقتك. على ما طلعت اللي لقيت بنتي واقفة عندها تسكر عبايتها، مخلية بنتي خادمة عندها وبنتي هي تسكر لها عبايتها وهي طالعة بنتي. أنا طرطعت، كتمتها في قلبي، ما قلت ولا كلمة، يعني خلاص بتخلص منها. رجعت بيتي ثاني يوم أسمع الصوت عالي، زوجي قاعد يخانق عليها، لقيها مادة إيتها وتاركة بنتي تحب إيتها تبوس إيتها. عرفنا خلاص إنها ما تنفع بقشرة بصلة. قمت وعرضتها للتنازل وذكرت بالتنازل عيوبها، أن الشغالة تتزعل كل شوي، والشغالة تبي جوال بكاميرا. جت مرة قالت خلاص أنا بأخذها وبرفع راتبها وأنا بأمس الحاجة لها، وسالفة مكتب ما مكتب أنا مر علي كثير زي كذا وعارفة سوالفهم. قلت ترى الشغالة هجت وترى بس تبي جوال كاميرا، هذه سالفتها، قالت بعطيها جوال كاميرا. خذتها جربتها، قلنا لها جربيها أسبوع، وسلكت عندها وراحت في سبيل الله. وحنا قررنا أن حنا نقدم على سريلانكية تقديم، ما راح يعني ناخذ تنازل، لا بنقدم تقديم على سريلانكية، طالعة قبل ومشتغلة وتعرف تتكلم عربي علشان ما أدخل معها في متاهة. وخلاص قررت أنه ما أدخل في الجنسيات هذولا، برغم أن أختي عندها بروندي أتوقع، ممتازة خادمتها، أتوقع أنها حظوظ وأرزاق. فقلت خلاص أنا ماني جايبة الجنسية هذه مرة ثانية بتاتا البتة، اللي هم بروندي أوغندا غينيا ما أدري إيش كينيا، ما عاد اجيب منها نهائيا، ماني عارفه وش سالفتهم، بس ما ارتحت نهائيا للتعامل معها، ما يعني ما ارتحت للتعامل معها. فقررت انه ارجع مره ثانيه للسريلانكيات، فاستخدمنا السريلانكيه وقالوا لنا بتوصل باذن الله تعالى اقصى مده، اقصى حد 60 يوم، واقل مده ممكن تاخذ اسبوعين وتجي، وعاد ما ندري الى الحين وش يصير. هذه كانت قصتي كامله مع الخادمه. سبحان الله، أوقات مو أوقات، دائما حنا ما نبغى نسيء معاملتهم، مثلا مهم عبيد عندنا، انتهت زمن العبودية، إن خليتيها على راحتها ما تدرين وش تريدين مش تريد، وإن شديتي عليها ما تدرين وش تريد. بعضهم هي جاية تشتغل، بعضها جاية تلعب، تبغى تقضي هالسنين هذه باللي هيبه. أنا كمان طرف ثاني، أنا متضرر لما أخسر عليكي 20 ولا 18 ولا 19، يعني هذا برضو رب العالمين ما يرضاه إنه أنا خسارة بعد أخسر. والله يا رب يديم علينا الصحة والعافية، وبإذن الله تعالى بس ألقي حل لركبتي، ما أفكر بتاتا أنه أنا أستخدم خادمة. طبعا كل الفيديوهات من وقت ما طلعت لكم باليوتيوب إلى آخر فيديوين عندي
الى اخر فيديوين انا ما كانت عندي خادمه نهائيا. كل حياتي ما عندي خادمه. ممكن استخدامي للخادمات كلها 9 سنين هذه خذت معي ممكن سنه ونص بس ما زادت. فما عندي خادمه ولا انا من النوع اللي تشوفون التصوير وما ادري ايش، هذا كله شغل ايدي. وقت جبت خادمه قلت لكم تراي جبت خادمه قبل شهر بس مع الاسف ما صلحت لي وقدر الله وما شاء فعل. هذه تجربتي، الله يا رب لا يحوجنا لهم ولا يحوجكم ان شاء الله. اذا استفدتي من القصه هذه لا تنسين تدعميني بلايك، واذا عجبت قناتي طقي عندي اشتراك. شكرا لكل التعليقات الحلوه اللي قاعده توصلني. اشوفكم على خير باذن الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. في حفظ الله ورعايته.